اللي حضروا العشاء 4-5 ذبحوا لنا خروفين بس ما قدرنا نكملهم. شو صار حكي بالسهرة؟ يا زلمه هو صار سهرة لا صار سهرة ولا شيء. بقيت بعد العشاء بعد ما قمنا بدي امر عليك وبالدار واقول لك شو اللي صار، لكن سايق السيارة بقى مستعجل. خذ وقع لي هالاجازة. وليش الاجازة؟ في بيع شروة مع صيار؟ يا زلمه هو ظل بي صياح، ما انت طيرته مبارح. بدي اروح ادور عليه واشوفه واخذ رضوى على التربيه، بدها تسجل للتوجيهي وبدنا نسجلها مدرسه خاصه. عظيم، وبعد ما تنجح وديها للجامعه. حج مرشود الناصر اخذ مني 300 نيره، قال هاي عن حصتنا بحفر البير، وبقول بدفعات بعد. وانت مبارح اخذت 300 نيره وبيع علي بعد اقصاد الاثاث اللي طقمنا بيه الدار، والراتب ما بقبض ربعه. يعني يا قاسم لولا شويه الشغلات مع صياح ولا سلامه سلمك يم. ضاحي، بدال الاثاث اللي اشتريته وحشرته بغرفتين ومطبخ كان علمت رضوى وخليتها تصير اول جامعيه بغريسه. يزم له ايش بدي اعلمها؟ هي ولد بدها تظل عندي؟ بكره بيجيها نصيبها ابن الحلال، خليه هو يعلمها. يقطع بلاشك، واحنا بدنا نجوز ولا نعلم؟ كيف قلت؟ لا ولا شيء. هات قلم اوقع لك الاجازه. تفضل. وهاي قلم. ها قل لي شو اخبار الحج مرشود الناصر؟ الحفاره الليله بتنزل على الموقع وبكره بتبلش حفر. ها وابوك؟ بنتظر رحمه الله. يا زلمه لو اني مطرحك، ها لو اني مني منك والله لفشخ اثنين منهم وخلي هالحبسه تستاهل عن صحيح. وبعدين يا ضاح، احنا ما صدقنا والحج مرشود يقنع جفال وحامد. ايه وراحوا على المحكمة ووسقطوا حقهم؟ بعرفش ضاحي، انا هيني بنتظر وابوي بنتظر بالسجن. ها يا خير، اجيب هدومي معي؟ يلا. تعرف يا قاسم، أنا حابة أزور غريسة تبعتكم هاي وأتعرف على أهلك. صعب عليك يا ما، صعب كثير. ليش؟ بجيب سيارتي وبجيب أخوي معي وبشوف قريتكم اللي دائما بتحكي لي عنها. أولاً بدك روفر أو بيكم، لأنك بتقدريش تركبي ترولي تراكتور. ثانيا رح توصلي غريسة مغبرة لأنه الدنيا السنة ما جابت شتاء. ثالثا رح تشتميني كثير بس ترجعي لأني أنا سهلت لك الزيارة. غلطان، مشانك بروح الصحراء يا جاسر. مها
انت طيب كثير، بس انا وضعي مش زي ما بتتوقعي قاسم. انا عندي مشاكل كثيره وشغلي هون مؤقت عبين ما انهي دراسه الحقوق. قاسم انا بدي احكي لك. انت رائعه يا مها، مثقفه وشغيله، والف واحد بتبناكي، وانت عارفه يا مها اني انا انسان قروي بكل معنى الكلمه. بحب فيك بساطتك واصالتك. شايفه قديش بتعذب مشان هالاصاله؟ عم تتهرب مني. اعتبريه تهرب، بس مش نقص من قيمتك ولا انكار لشخصيتك. مها رح نضل زملاء واخوان. ايش منو اللي قال لك يا فلاح؟ منو اللي قال لك؟ راعي ناصر الله يا عمه، اليوم راح للزرقه وده يفصل هدوم مشان يتجوز، روح قبل شويه سالته وش وراك يا فرحان وش لعلوم بالمدينه، وانه يقول لي عمي وراه طلع من الحبس. يا من درى صحيح يا فلاح. يا عمه فرحان الشراري ما يكذب، وانا يعلم الله اني حلمت امبارح خير والصلاه على النبي انه عمي وراه روى علينا. الله يبشرك بالخير، الله يبشرك ويبشره بالخير يا فلاح. بس العاد مالهم تاخروا؟ وينهم؟ ليش ما روحوا؟ سمعتي يما؟ سمعتي ابوي اليوم بيروح. ان شاء الله يا بني، ان شاء الله ان شاء الله. لا بالله اكيد اليوم حج نصر الله شافه وهو مع قاسم. مبروك يا عمي، مبروك. هلا الحمد لله اللي عمي روح. الله يبارك فيك ويستر عليك يا بنيتي، بس عاد ان شاء الله هالفرحه تتم على خير. ايه كيف ما ودها تتم، تتم غصب عن الزعلان والرضيان بعد. يا عمي الحاج نصر الله رجع قبل شويه من الزرقاء وقال انه شاف عمي ابو قاسم وقاسم وابوي رايحين على دكانة رجاء، واليوم بيروحوا علينا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. عمه اذبح. هي وبدها سؤال يا فلاح، بدها سؤال. اذبح اذبح. امشي يا عواد هات لك خروف من الغنم. امشي. ايه خروف واحد ويش يلحقني منه انا؟ اذنو. على قولك. امشي يا عواد هات لك خروفين من الغنم اذبحهم لابد ما يجي ناس يسلم عبوك يا بني. وبعدين اسمع، بتنطر رعيان خروف يذبحوا ويأكلوا من حالهم. تسلمي يا عمة، تسلمي تسلمي يا عمة. ان شاء الله فرحتنا بعواد وصيطي بعد. يا سد اسمك عاد. لا ويش يا سد اسمي عاد، ما صار ليش اكثر من سنة انت وعواد وانتو. يا ربي متى ابو قاسم روى علينا، يا ربي متى ابو قاسم ودنا نتجوز. اي لازم انتو اللي تطبخوا الليلة لحالكم. يلا يا عواد يلا نجيب الخرفان، ترى مليح اللي اشتريت الغنم محل اللي انباعت، ولا سالفتك سالفة معها. ترى اول ما يصل يطل عشية. يلا يا عواد يلا يا اخوي يلا يلا. عواد الحمد لله على سلامة ابوك يا بني. الله يسلمك يا عمه. يا ابو قضاء اضع بيضة. يا هلا يا هلا وميت مرحبا. والله يا هلا يهنيك برجعة راع الدار. اهلا يلا يهنيك يا خيتي. هلا والله ومليح اللي طليتي يا شومة. الله يعلم شو بالقلوب يا ام قاسم. يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا. والله الف الحمد لله على السلامة. يا ابو قاسم تفضل اقعد يا عمي. ليش واقفين؟ الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. بدنا نروح يا ابو عميش. طيب ما تجيب شاي وقهوه يا ولد دحروج بسرعه. ما ودنا لا شاي ولا قهوه، شوفوا لنا سياره تروحنا. يلا يابا يا قاسم همتك يابا. حاضر يابا. يلا يا نواف استاجرهم سياره. ها انا مشغول شوي، بدي اشوف، بدي احكي معك بعدين. بعدين نواف، نواف وين رايح يابا؟ والله ساق الله على ايامك يا ابو قاسم. تفضل محلي محلي محلي. اسمع يا ابو عميش، امر حضر لنا كيس رز وكيس سكر حتى نشيلهم بالسياره. على راسي يا ابو قاسم، هسه بيجي العتال بحملهم في السياره. بس تيجي على شو مستعجل يا ابو قاسم؟ لا لا خذ حقي خذ. اي مش حزنات يا ابن الحلال، الكيس واحد. خذ مسك طول عمرك تحب النوم. ولو بكرهن يا ابو ناصر. ها ابو نواف. ها خير؟ ما بدك اوزن لك شيء قبل ما تيجي السياره؟ لا لا سلامتك ما بدنا شيء. اي بيش مشغول انت؟ بالمهندس نواف؟ خايف عليه ما يشتغل؟ كيف ما يشتغل؟ كل هالعلم ما يلقى شغل؟ بلقى يا عمي بلقى، هذا مهندس، وإذا ظلت الإمارات على هالرش مليون ألف واحد بيقول له أهلا وسهلا. الله يوفقه يا عمي الله يوفقه.
الله يبارك فيك ابو قاسم ويخلي ولادك. ترى عمت عيدة قالت خروف للرعيان لحالهم. ها خذ خروفين واسكت يا ابو قاضة. يا ابو قاضة. فلاح من وين جايب الراديو معك؟ وده طرب يا اخوي وده طرب فرحة مثل هذه ودها طرب يا ابو قاضة. جوك يا عواد. حامد يقطع شركو اهلكوا تصالحوا بالزرقة وانتوا بعدكم تزعلين. يلا 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 سلم سلم يا حامد سلم يا عواد سلموا على بعض. يلا الحمد لله على السلامة ابوك. الله يسلمك. ويا ابو حامد خير. لا تنسى تراك معزوم عنا اليوم. كيف انسى؟ ما بدي اسلم ابوك. لا تتاخر هاي يا حامد مشان تذبح الخرفان معنا. لا تحسب حالك ضيفها. ولا يهمك يا فلاح ولا يهمك. يا ابو قاضة ضع بيضة يا ابو قاضة. يا هلا يا هلا بيكم. السلام عليكم. هلا حامد. هلا حامد. جوك يا قاسم. اهلين يا اخوي. هلا هلا. الحمد لله على السلامه يا عمي. الله يسلمك يا عمي. الله يسلمك ويرضى عليك. فوت جوا يا حامد فوت جوا. الحمد لله على جمعتكم يا الربع. الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله من هون ورايح يا ابو ناصر والحكي للجميع. ما بنجتمع الا بالافراح ان شاء الله ان شاء الله. يلا عاد ورينا همتك يا ابو ناصر. يا النشام ان شاء الله الجمعه الجايه بوادي غريسه والميه فايضه من البير ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله. والله يا جماعه الخير بتقربوا علينا المشوار هيك بدل هالطلعه اللي ما بطلع منها التكاسي. ايه يا ضاحي عاد ما همك غير التكاسي وكراسي المخمل اللي حاططن بدارك. صق الله هذاك النهار اللي اشوفك بيه حامل الطريه بيد ورغيف الخبز بيد ثانيه. ايه استناني عاد يا حجي لا من نساويها. انت يا حجي بدك ضاحي يقلع ويزرع. يا جماعه الخير يا جماعه الخير ضاحي تمدن وخلص. ايه صحيح. هو نواف وين؟ صحيح يا جماعة الخير المهندس نواف وين؟ نواف راح لعمان بي عنده شوية شغل هناك. الله يسامحه يصير يتغيب عن مجلس قرايبه. بي عنده شغل يا حجي بي عنده شغل بيجي إن شاء الله. خذ يا أخوي عواد خذ. اقضب يا اخوي معي. يلا عواد استنى شوي مشان ايش هذا الخروف للذبح؟ اللحم اللي بالقدور ما بكفي. كم خروف صرتوا ذابحين من العصر وجاي؟ ثلاثة وهذا الرابع. طيب يا فلاح اسمع رجع الخروف على الغنم. يا اخوي يا قاسم ابوي قال نذبح خروف رابع. انا خايف ان عم وراد. بعدكم ما ذبحتوا الخروف؟ يابا ثلاث خرفان بكفوا. لا لا يابا ما بكفن. يابا بكفوا. أنا حسبت خروف لكل عشر أشخاص بما في إحنا المعازيب. لا يابا ما بدنا نفرق عليهم بصحون مثل المطاعم. الناس حين يتقدم الأكل بيعدوا الروس اللي فوق المناسف. طيب يابا والأكل اللي يظل بعد ما يأكلوا ينكب على البيادر؟ توكل على الله يابا يا قاسم يزيد ولا ينقص. يابا ثلاث خرفان بطعم قرية بس حرام حرام هذا حرام. خلص عاد يا قاسم عيون الرجال علينا مثل مخارز. بدك إياني أقدم إشي ناقص والدار مليانة ناس. يلا يا عواد اذبح الخروف يابا. يلا يلا يا أخوي عواد. 25 دينار راح وهدر. قاسم مالك شو في؟ أنت هون؟ نعيما شو اللي شاغلك ما تشوفني؟ شفتي كم خروف صاروا ذابحين؟ خليهم يفرحوا يا قاسم. يا شيخة لحم بطعم سكان قريتين مثل غريسة تبذير. عمي وراد بدي يعوض أيام الحبس اللي بعدنه عن غريسة وتركوا على كيفه هالمرة. بشوف صايرة تحكي حكم. تلميذتك يا مزيون. رضوى بدينا ننغم؟ مناسبة فرح بدك نكشر فيها؟ لا أوعك كل شي ولا الكشر. هو اللي يشوفك يقدر يكشر يا قاسم. تعرف
أنا مش فرحان إنه أبوك رجع وبس، أنا فرحان إنه حرجع على غريسة لما تطلع المي بالواد. يا سجلع هذيك الساعة يا رضوى ويتحقق اللي ببالي. اللي يصبر ينول ويطول، متصبور كثير يا قاسم. قاسم، أنت ما عزمت نواف بن جفال؟ يابا أنا عزمتهم كلهم، بس بيقولوا نواف مش موجود هون، رايح لعمان. وكل يوم تروحي وتيجي بالسيارات يا رضوى؟ آه يا سيدي، ما هي المدرسة بالزرقة. معلوم معلوم يا خيتي، ما هو صار على البلد خط سيربيس، سيارة رايحة وسيارة جاي، ما بتوقفي على جنب الطريق خمس دقايق إلا وسيارة السيربيس واقفة عندك. الله يهنيك يا بنيتي يا رضوى، والله اللي صح لك ما صح لبنات غريسة كلهن. وبنات غريسة شو صح لهن يا عمي شومة، مدام إننا بننقل المية من البيار بالدلاو لهسا. أي والله بنسمع بالنعمة سمعة. إذا طلعت المي من البير الارتواز اللي يحفروا بيه تمدوا منه حنفيات للدور وتشربوا منه. يمدوا حنفيات من الواد للقرية؟ لا يا عمي، جدي مرشود قال إذا طلعت المي إن شاء الله بدهم يرحلوا كلهم على الواد، وهناك يصيروا جنب البير. هي وصبري يا فرس لما يجيك العليك، يلا يسامحهم بالبير وبوادي غريسة معه. ليش؟ شو بي يا صيته؟ يا مليحة، أنا شبعت من غريسة ووادها، زهقتها مليتها. والله ما أنا دارية عنك كيف صابرة على هالعيشة، أي ما هو إشي بزهق وبملل. أخ بس من عواد أخ. أي هو لولا قاسم طلع للناس بمشروع البير هذا، هو وأبوك كان من زمان اتجوزتوا، واللي معه قرشين نغنق حاله بيهن بدل ما يرموا قروشهم ببير ماله قرار. إيه والله بتحكي الصحيح يا مليحة، بتحكي الصحيح. معلوم معلوم يا خيتي، وإحنا شو بعرفنا تطلع مية ولا ما تطلع. هذاك نهار يا صيتي قاسم يأخذ المصاري اللي مع ضاحي كلهن ينظفوا منهن تنظيف يم. مشان إيش؟ للبير اللي طلع لنا بالسحبة يا خيتي. الله وكيلك الله وكيلك يا صيتي، نفسي أشتري تواليت، شفته مرتين ثلاثة بالمعرض ما قدرت. وشو اسمه بالله شو اسمه؟ تواليت، ما بتعرفيه يا شيخة؟ آه بعرفه، الكومادينا اللي بحط فيهن القزاز. لا يا صيطة لا، هذا لغرفة النوم تحط بيه غراض المكياج، يعني الحمرة والبودرة والمناكير والكالونيا والكريم والشدو. شدو؟ آه عدم مؤاخذة يعني ظل. ها 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 ولا لاينر، وبي مرا كبيرة الواحد يشوف حاله بيها يا خيتي. ودخلت يا مليحة هذه غالية؟ يعني قديش حقها؟ ولا غالية ولا شي، حق نعجة واحدة يجيبها. نعجة واحدة؟ والله لخليهم يشتروها أول واحدة. وين بدك تحطيها يا خيتي؟ هون بدار عمتك؟ لا يا خيتي أعوذ بالله لا، أنا وعواد راحلين ثاني يوم من ليلة العرس عندكو. يا ميت أهلا وسهلا بيكو، يا ميت أهلا وسهلا بيكو. وإذا بدك أنا بخلي ضاحي يشوف لعواد شغل مليحة بالشركة. يكثر خيرك يا مليحة يكثر خيرك. والله أنا وعواد بدنا ناس توقف معنا، عم أبو قاسم وعم تعيدي بتطلعونا بالعين الحمرة. ولا قاسم ما هامه إلا البير ووادي غريسة. بس ديري بالك يا صيطي يأخذوا منكم المصاري. مصاري؟ مصاري إيش؟ لنقوط اللي تجمعوا بحفلتكو. صريصر مشان الطقم الدار الجديدة وتأثثيها. والله وفطنتيني يا مليحة. ها ذبحوا الخروف؟ ذبحوه، انت بس روح اقعد وارتاح، انت ضيف يا ابو قاسم. وين راح عواد؟ بقول لك انت ضيف، روح اقعد وارتاح. قاعدة تطبخي لحالك؟ صيتي المرشود ما هي معك؟ ابو قاسم انت مخدومنا، روح اقعد وارتاح. زهقت لقعود يا بنت الناس، لو بيدي كان طلعت
وسرحت بالغنم عسفوح القطشة ومرج بلعمة. وجهك عليها يا أبو قاسم، بكرة تشبع منها وتزهقها. أزهقها؟ هو أنا شفتها؟ قولي لي، النعج الغرة اللي ظليت علفها لحالة ولدت؟ ولدت وجابت خروف وبعناه. كنتوا خليتوه تشبش للغنم يا أم قاسم، أحسن من القروش. تفداك الغنم وقروشة يا أبو قاسم، بس مثل ما بقول لك، روح اقعد مع الضيوف واسمع قاسم وش يسولف معهم. خلنا فوت أشوف هالقدور اللي فورن على النار. قديش؟ 1100 ليرة يا جفال. أوه، هذا مع أجار الماكينة اللي ودها تجرب المي بالبير. لا حول الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا أبو قاسم. عليك السلام. يا أبو قاسم تفضل. خيو، أنتو دفعتوا بسلافة الجهل هذا اللي صارت بيناتنا أنت وولادك 350 ليرة أجار المستشفى. هاي بسيطة يا عمو، المصاري بتروح وبتيجي، لكن المكسب برجال اللي مثلك. بارك الله بيك، تسلم عمو تسلم. لكن جيرت الله غير يرجع لكم مثل ما دفعتوهن، وجيرت الله ما تراجعوني من مرة. زين، مقبولات منك يا جفال. ما نريد كل سالمين يا رب. اي والله. الله يسلمك، الله يبارك بيك. والله يا جماعة الخير، هالغنم هاي اللي عندي كلفتني بسنة المحل هاي 1000 ليرة ما بين علف ومية. صادق صادق. والله أنا شايف يا جماعة الخير هالبير رايح يهلكنا، وما بتدري عاد تطلع بي مي ولا ما تطلع. واحد ها، صفي نيتك وخلينا ممسين عاد. يعني ضاحي بيشتغل بالمصفاة ومش عارف يصفي نيته. النية صافي يا حجي، النية صافي يا ابو ناصر، بس عاد شوف اذا طلع بي مي بدك حق ماتور، حق مضخة، وحق مواسير، وحق مش عارف الشو. شو بدك تعدها منك تعد؟ هاي بسيطة يا جماعة الخير، المعدات اللي بحكي عنها ضاحي بنشتريهن من قرض المؤسس اللي بدنا ناخذه، وبعدين بنسدد الثمن على مهلنا. يا الربع، احسبوها سنة محل من السنين اللي مرن علينا، شد وتزول إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يا عواد اجلب لك لأبوي. يلا يلا يا أخوي يا حامد. عواد شايف لك الشيوخ مالهم سالفة غير البير والغنم. شايف قلت؟ أقول يا خوف قلبي إن نضيع أنا وياك بهالميمة يا عواد. نضيع؟ شلون نضيع؟ أنت لها الساعة ما انتيش داري؟ إذا كان كل قروش اللي معهم بدهم يحطوهم بالبير اللي طلعنا به الحج مرشود، إحنا منين بدنا نتجوز ها؟ والله قولتك، لكن الحمد لله الحج مرشود أخذ مهر صيته من زمان، وما ظل علينا غير مصاريف الحفلة. الله يعيني. أنا أنت لقيت عروس؟ إن شاء الله يا أخوي إن شاء الله. هي من هي بتشوفني ولا بتسمع عني وبتقبل إنها تتجوزني. أسكت يا شيخ، كل بنات القرية بدهن يتمدنن. حامد ساوي مثلي تلاقي 100 وحدة تأخذك. ها شايف يا أخوي، أنا ناوي بس أتجوز صيته، أسكن بالهاشمية وأشتغل بالمصفاة وأقعد وأرتاح. بالك يعني؟ شهدت إحدى المدن الكورية الجنوبية أكبر وأغرب زواج في تاريخ البلاد الحديث، فقد وفد إلى أحد معابد المدينة 150 رجلا يتأبطون أذرعة 150 فتاة ليتزوجوا في وقت واحد وباحتفال ضخم شهده أغلب سكان المدينة. وقال أحد العرسان إن السبب يعود لتكاليف حفلات الزواج الباهظة التي يتكبدها. والله يا هلا أبو لواحة. فوت فوت على الدار. شكرا ما عنديش وقت. إيه يا زلمة، فوت تعشى مع ضيوف. فوت يا زلمة، قلت لك ما عنديش وقت. العالم على حافة الدمار، عالم خربان خرب خرب خرب، بدي أسمع أخباره. يقطع شرك، عمرك ما قلت عن الدنيا عمرانة.
إيه الله يعينك على حالك يا ابو رواح. وش هالسيارة؟ ان شاء الله انه نوافنا. ان شاء الله يا هلا بي. والله انا هالساعة المباركة الحمد لله اللي لحق العشاء مع الربع. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. هلا. اهلين ابو عميش. يا هلا يا هلا. يهنيك بسلامة الوالد. هلا هلا. تفضل تفضل. الحمد لله على السلامة يا حبيب ابو قاسم. الحمد لله على السلامة. سلامات. مرحبا ابو نواف. مرحبا حبيب قلبي. قلبت حالك. الله يحييك. خلك ترتاح عزيز. الله يحييك. يلا والله. هلا هلا هلا. خلك مرتاح. خلك مرتاح. خلك مرتاح. يلا رامي سعيد. خلك مرتاح. مرحبا. مرحبا رامي سعيد. هلا. استريح ابو ميش. استريح. انا خلنا نقعد بجنب حبيبي الشيخ مرشود. حبيبك. اهلا وسهلا. تفضل يا استاذ قاسم. ليش مغلب حالك يا ابن الحلال؟ تفضل ما فيش شيء من الواجب. اقضب اقضب اتفشل هوش. هلا بيك ابو عميد. هلا بيك اذا تفتر ما هو معك. اي هو وقده فاتر يا حد. انا جاي اهني ابو قاسم بالسلامه واطمن على الجماعه. يا ميت اهلا وسهلا. وبيك يا شيخ وراد. ولا يعني الحج مرشود مش حاسبني من اهل غريسه؟ كيف ما انت من اهلها يا ابو عميش؟ ما انت شابك خيوطك فيهم كلهم. محبي يا استاذ قاسم محبي. الله يبارك بيك. ما شفت ليش نواف بعد ما روحنا؟ لا والله ما شفته. هو مش هون بالحفله؟ اسكت اسكت. لا اسكت. قاسم. بالاذن يا جماعه. اذنكم معكم. خير يا ابو. هو هذا يطلبنا بشيء. انتوا سديتوا اللي علينا؟ ايوه يا ابو سديناه. اذا بقالوا اشي بكون اشي بسيط ما بنذكر. ليش؟ ايش اللي جابوا علينا؟ جاي على العزومه مثل ما انت شايف. رجا يجي من الزرقه مشان طبخه؟ لا يا بلا، انا بعرفه هذا الغرض ولا حاجه. اذا باقي له 10 نيرات انطياهن وسد ثم بيهن. حاضر يا ابو. يلا. يا هلا بيك. يعني يا حج مرشود ولو انك بتوش علي شويه كلام، لكن يشهد الله يشهد الله انك عجبتني مشروع البير الارتوازي. الله يجعل موفق وتشوفه على وجهه الخير يا رب. تسلم يا ابو عميش. تسلم. ان شاء الله التمايم على خير. ان شاء الله. وان شاء الله انه كل الجماعه مشتركين بي. كل الجماعه مشتركين بي، حتى اللي مديونين لك مشتركين بي. أشو مديونين ومش مديونين يا ضاحي؟ يا رجل والحكي للجميع، أنا ودكانتي وقروشتي وقروشي كلها على حسابكو. يعني يا جماعة الخير شو السيرة؟ يعني إذا أنتوا صرتوا بخير بجوز إنه إني من هالخير يعني طرطوشة. إيه الله ينطينا المية ويرزقنا على قد تعبنا. آمين يا الله. إن شاء الله يا حج. إن شاء الله. وبعدين يا حجي بترتاحوا من تنكات هالمي اللي بتكلفكوا كوشة مصاري. صحيح. قل لي يا حجي. تفضل. إن شاء الله إنه سالم الأحمد مشترك معكم. سالم. سالم؟ شريك شريك. إيه؟ ما قلنا لك كل الجماعة مشتركين. الحمد لله الحمد لله، لأنه الزلمة مسكين وعلى قد حالته، خليه يستفيد شوي. أقولكوا خليني أصل وأبارك له وأنا برجع يا أبو قاسم، بتأخرش على العشاء. يا ريتو ألف مبروك. يلا سلام عليكم. ما بتأخر أنا. سلام عليكم. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. صار له 5 أيام بعمان. ول وشو السيرة؟ للساعة بيسوي شهادات. منو عمو؟ نواف الخاسي. نواف ما هو خاسي، بكف انه تعلم وجاب شهادته. هيك الليلة من ورات قاعد بعد هالحكي عن الرجال مثل عد النيرات، وهو بعمان غايب. فشلني بغيبته الله يسبعه. عليش تسبعه بعد ما بين خيره من شره وانت قاسي معاه؟ هذاك نهار يوم طلبك المصروف صحت بيه. 50 نيرة مصروف؟ وشو السيرة؟
الرجال بتعاونوا قاعدين على الدهر، وهو بعاون الدهر علي مع سنت المحل هاي. قال 50 ليرة. قال ما هو عادي يا ابو نواف. اسمعي، روحي انضبي شوفي شغلك، خلينا نمضي نهارنا على خير. ايه هذا اللي انت شاطر بيه. وانت لويش قاعد هون؟ قوم نشتري الغنم، قوم قوم بعدها بجوعها. لا عمو، ما بدنا نشرها. كيف؟ انت من زمان وانت بتماطل بي، من يوم ما مات ابوي وانا راعي مع حلالك. ايه يا ولد، هو الحلال الي لحالي، ما هو نصه الك. بدي على السلافه هاي، خلينا نشوف شو بصير معانا ببير الميه. عمو جفال، انا بدي حصت من الحلال وخلص. حصتك؟ بدك تطلع يا ولد من البيت؟ ايوه عمو، انا بدي اطلع من البيت. صار لسنين وايام وانا بتعذب وشقه، وما هو طايلني مني شيء. من سنين وانا راعي مع الحلال، وانت كل سنه بتقول السنه الجايه بدي اتجوزك، السنه الجايه بدي اتجوزك. يا عم انا بدي اتجوز واخلص. بالعربي الفصيح، ها، ابيش ولا بنت قابله بيك، ولا واحد راضي تتجوزك، ابيش ولا واحد عنده بنت الا وطلبتها منه مشانك. ايوه يا عمو، لاني راعي مع حلالك. بس لو اني افندي بقميص وبنطلون كان اتجوزت من زمان. توكلوا بالله عاد، عليش حسك طالع يا ولد؟ بدها شوية صبر الساعة. لا يا عمو لا، أنا صبرت كثير. حامد عمو، اللي صبرك الكثير صبرك القليل. لما يرجع نواف بعدين بدنا نشوف شو بصير معانا ببير المية. يا بني يا حامد، ما انت شايف السنة علينا؟ اصبر على عمك شوي. لا يا عمي، أنا صبرت كثير، حتى الأنهار بكرة مصبر مصبر يا عمي. إن شاء الله من قلع. امشي وخذ حلالك وفارقني. هالساعة يصدق بروح يقسم الغنم؟ خلو يصدق، بدي أخلص منه. ومن وين لك راعي بكرة يسرح بالغنم اللي تظل؟ فكينا منه شد الثانية الساعة. فلاح خير يا أبو قاسم؟ هو صاير إشي بالغنم من وراي؟ ها؟ لا، ليش؟ أشوفه متغيري بيتشم، راس غريب علي، أول مرة أشوفه. التشبش لدعم وين ما شفته؟ التشبش لدعم؟ باعوه يا عمي باعوه، صار يردس بالغنم، حتى هذيك المرة فتح بطن خروف بقرونه. كنت قصيت قرونه بدل ما بعتوه. عمو وراد، يعني لا تواخذني بهالكلمة، أنا صار لي زمان راعي معك وحفظت لك حلالك حتى يوم غبت عنه. خير إن شاء الله. تراك عزيز علي ولا ما صبرت لما أنك روحت على الدار؟ لا تقول لي ما بدك تجدد السنة معنا. لا بالله يا عمي، كفاها الله. يا حيف عليك يا فلاح، بدك تخليني؟ والله يا أبو قاسم إنك طيب وما تنكره، وما شفت منك إلا الخير والكرامة، لكن عاد أنا ما ظلالي هوا بالغنم بالمرة. ناوي تروح تتمدن بعمان؟ وهم اللي يتمدنوا أحسن مني، أنا ما أنا راح أقضي طول عمري راعي غنم، ودي أروح أقضب لي بشغلة أعيش من وراها. الله يطول عمرك يا أبو قاسم، شوف لك راعي غيري من هان لآخر الشهر. أصبر هسا يا فلاح، علينا دفع مصاري وما معانا ندفع لك أجارك. اللي عندك قريب يا أبو قاسم، أنا ما نطالبك أجاري هسع، بس حبيت أقول لك إني ما جدد السنة. كفاها الله وشبعنا من الرعي مع الغنم. روح هسع على الحلال، ومن هون لآخر الشهر الله يفرجها. عيدة يا عيدة. على العافية. هلا، وين انتي؟ وين كنتي؟ رحت على العروس. صيته؟ هو وقته هذا؟ وراد، وبعدين معك، يعني ما بدك نفرح فرحة كبيرة برجعتك على غريسة؟ أي خلنا نفرح بيهم ونجوزهم، هذا أول فرح يصير بدارنا يا وراد. فلاح بده دشر الغنم، ما بده جدد السنة معنا،
سمعتي بالحكي ولا لا؟ بالأول نجوز عواد ونفرح بيه وبعدين كل حادث له حديث. انت ما هامك الا الغنى والرقص. ايه حسر علينا والله، ما انا داري متى خبرنا بالفرح. اياخر اثنين فرحت غريسة بعرسهم صار معاهم عر عقب. يا مرة بقول لك الراعي بدو دشر الغنم، تفهمي هالحكي ولا لا؟ هذا يعني يا ناس رح بيها يا انتي. وشو بيها يا وراد وشو بيها؟ عواد يساعدنا. عواد سلام يسلمك، اجوز صيتي اليوم يرحل بكره، تفهمي هالحكي ولا لا؟ بدي اجوزهم واخلص. امو لو امتى بدهم يضلوا معلقين يا وراد؟ البير بده مصاري، وحفله عواد بدها مصاري، وهات دبرها عاد. طيب يا سيدي، ما علينا ما علينا. سمعت انك بدك تنقل حفارتك على غريسة. لا بقول لك سمعت، ما هم الجماعة بيخصوني، اتفقت معهم. يا ريت ألف مبروك، يا ريت ألف مبروك. طيب شو بدي اقول؟ خلي ميكانيكي الحفارة يمر علي. شو بدي اقول لك؟ ترى اجتني سيارات من ألمانيا على كيف كيفك، شو رايك تاخذ لك واحد منهن؟ ها؟ لا ما حدا شاف غير جماعة الجمهور. ايوه الله يخليك، تنساش تقول لميكانيك الحفارة طل علي. لا بدي اياه بغرض بس هيك اتعرف عليه. طيب مع السلامة. والله يا هلا، والله اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شو طلعتوا لي السيارات من الجمرك وديتوا لي اياها على المعرض؟ جناهم وصلناهم في الحمام. الله يعطيكم الف عافيه. يعني ولو انكم شميتوا الهوى جهات المانيا احسن من المصلحه، لكن معليش بتستاهلوا جماعه طيار الله. طيب يا سيدي هي اجرتكم اللي خليني بعدين. خلاص مش مهم يا سيدي. اهلا وسهلا، تفضل يا عمي، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. بس بدنا باقي اجره الغسيل والتشحيم. ول يا زلمه شو كحت انت؟ اجره الغسيل والتشحيم هي السياره بدها تربح معها اجره غسيلها وتشحيمها، يعتبروها على حساب شمت الهواء في المانيا، شو الدعوه؟ يلا يا سيدي، على كل ما احنا بدنا نجيب سيارات ثانيه، بدي اياكم تروحوا لي كمان نقلي على المانيا. الله معكم، حفظ الله، الله معكم، يعطيكم الف عافيه. الين احمد، يا هلا. اهلا هلا 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 سيد ضاحي، تفضل ورا المكتب، ورا المكتب. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، يا هلا، عاش من شافك. يا هلا تعيش. اهلا وسهلا. قل لي يا ابو عميش. تفضل. ما مرش عليك صياح؟ يعني ما شفتوش لك من يوم. صياح؟ لا والله
صياح ما بطلش علي ولا حتى انت يا ضاحي. يعني ما شفتوش من 4-5 أيام وجاي؟ ليش؟ وفركها معك؟ كيف قلت؟ بقول فركها معك؟ نقر البيضة وطلع طار؟ لا لا، يعني مش هيك، بس هو أنا بقيت غايب بغريسها. طيب شو بدي أقول لك؟ أنت يا ضاحي مشترك مع الجماعة في البير الارتوازي؟ اشتركت. طيب على هالحالة بدك سيارة، بدك سيارة تصير تروح فيها على البير بعد ما تخلص دوامك، وصير تأخذ رضوة والمدام فيها شمة هواء، وإذا في حواليك زبون مدهن لهالأراضي اللي بتاجر فيهن أنت وصياح بصير تأخذ برانية بدون ما حدا يدري. شو رأيك بسيارة ألمانية مثل العروس موديل السنة اللي فاتت؟ سيارة؟ لا ما بديش يا ابن الحلال. بقول لك سيارة مثل العروس موديل السنة اللي فاتت، وإذا ما معك حقها نقدي بصبر عليك، أو أقول لك إذا في عندك شقفة أرض واحد بواحد. شو قلت؟ شقفة أرض؟ الله يجيب قوشان هو كانتها بس. يعني صياح فركها معك؟ الظاهر انه صياح خدمك وراح. طيب معليش يا اخوي عدم ما اخذ شوي بدنا نكنس ورا الكرسي لبرا شوي. الله يرضى عليك يا ضاحي فندي، اهلا وسهلا. والله يا رجل مش قلت لك؟ مش حذرتك؟ لو انك اشركتني معك بتجارتكم كان عصيت لك على ذنبه صياح، وخليته ليل ونهار هو شغله تحت خشومي. تستاهل الله لا يردك. يلا عمي يلا يلا ورانا الشغل. الله معك. هو يا اخوي يا قاسم، انا صار لي زمان بنتظر. ما بدناش اشي يا اخوي يا عواد، بس انت مش شايف شو اللي صاير معنا؟ شو صاير؟ ما صاير الا الخير. هذا ابوي بالدار ومش ناقص اشي بفضل الله. حفلة عرسك يا اخوي بدها مصاري كثار. يا اخوي سيته ودافعين مهرها، والسكر والرز منشتريه، بس تحزموا لي على شوية قروش. يا اخوي عواد، ما تصبر علينا لما تطلع المي من البير اللي دفعنا كل رزقنا به. كل اللي ضايل 10-20 متر، شغل 3-4 أيام بس. قاسم أسوق عليك الله لا تقف بوجهي، أنا بدي أتجوز الجمعة هاي. زمزم يا حجي. صحبة جمعة. ما رجع الميكانيكي؟ هذا احنا بننتظره قاعدين. لو اشتغلوا اليوم كان عرفنا وش بيه بهالبير. تأخروا. ان شاء الله بيجي اليوم بيكملوا شغل. ان شاء الله. ابو ناصر. ايه. بدي اشوف عواد تحكي معه كم كلمة، يمكن يأجل عرسه حتى تطلع نتيجة المي من البير. عواد. طول الليل مبارح وانا ترجى ما هو راضي. خلينا نجوزهم ونخلص من هم اسمه خميس. يعني هيك رايك؟ الا عليك عليك يا بني، والولد والبنت بدهم يتجوزوا كان اليوم ولا بكره. وانا بيني وبينك لولا اجهزه عواد وصيته كان رحلت هان من زمان ونزلت جنب الحفاره، بس قلت تزفوها من هناك اريح لكم بدل ما تجيبوا سيارات وتعملوا فارده وتتكلفوا. بارك الله فيك يا حج، ما انت حصتنا. يا رب تعطينا على قدر نيتنا وحسن اعمالنا عندك. قلت لخيو انت الميكانيكي اللي بيشتغل على الحفاره؟ والله يا ميت اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضل تفضل. اهلا وسهلا يا ميت، اهلا وسهلا. يا هلا، قهوه ولا شاي
ولا قزازة بارد أحسن؟ لا شكرا، في علي شغل، بدي أخذ ديزل وزيت لماتور الحفارة. لعاد حبة ملبس تحلي كلمك فيها. شكرا يا سيدي. وهاي فوقها تفضل. يعني شو بدي أقول، يعني ولا مؤاخذة بالسؤال. تفضل اسأل ولا يهمك. حد علمك يعني ممكن يطلع مية في البير اللي بحفروه الجماعة بوادي غريسة؟ والله الحكي بتوفيق الله. يعني من خبرتك انت، من خبرتك اكيد انت صار لك زمان بتحفر ابار ارتوازية، بدخن حضرتك؟ والله بنفخ تنفيخ. اتفضل. وهي كبريتي ببلاش حساب المحل هذول. شكرا يا سيدي. شو قلت لي لعاد؟ والله احنا بالعادة نحفر لحد 100-150 متر. مرات بتطلع مي ومرات ربك ما بقسم نصيب وما بتطلع مي. يعني القضية مخاطرة، فيها خسارة وفيها ربح. طبعا فيها مخاطرة، لانه احنا نحفر ببطن الارض، ما بنعرف شو فيه قدام شاكوش الحفارة. والله بتحكي ذهب يا ابو عبده. اسمك ابو عبده مش هيك؟ ايوه. وترى بعدين يا ابو المحروس ابني راجي بس بيقولوا لي ابو عميش. والله وعاشت الأسامي يا أبو عميش. هاي الأرض اللي نحفر بيها للجماعة غشيمة. كيف؟ والله اللي قاعد يهون غبر يا أخي. خلينا نقعد جوا. قوم نقعد جوا أحسننا. تفضل ورا المكتب. أهلا وسهلا. قلت لي يا أبو عبدو الأرض غشيمة، يعني حد علمك ممكن يطلع فيها بترول؟ والله لهسه ما بعرف، لأنه ما نحفر فيها قبلنا، وممكن الله يرزقهم مي. يا رب تطعمهم وتطعمنا معهم. شو انت مشترك معاهم بالمشروع؟ لا والله لهسه لا، بس إلي صداقة معهم وبيعزوا علي كثير. والله يا هلا. والله يا هلا. والله فرصة طيبة اللي شفناك وتعرفنا فيها عليك يا ابو عبدو. يا هلا. يا هلا. اهلا وسهلا. يعطيه العافية. هلا بنيتي. هلا. زمان جيتي؟ قدامك بشوي. جاي من الشغل؟ لا والله يابا، من الزرقة. أخذت اليوم أجازة نص يوم. رحت على غريسة؟ غريسة؟ لويش بدي أروح لها؟ شوفنا أخبار البيل الارتوازي، بيقولوا الحفر تجاوز 60 متر. إذا طلع بيه مي بنسمع الخبر عن قريب. مالك اليوم يابا؟ لا ولا شيء. مليحة! خير، شو بيه؟ صياح اجى يسأل عني اليوم. لا، ولا حدا شافه بهالبلد؟ ما سمعت. احضر لكم اكل؟ حضري، خلينا ناكل لنا لقمه. والله الواحد ماله نفس ياكل حتى. ماله نص نصيص ياب؟ صاروا جمعتين يا بنيتي مش مبين، لا هو بالقهوه ولا بالسوق، وداره مسكره. على الله يكون فطس وخلصنا منه. كيف يا بنيتي كيف؟ إذا خلصنا منه بنضيع يا رضوى، بنضيع. كيف نضيع يابا؟ إن شاء الله يضيحوا لحاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يابا شو فيه؟ احكي لي. بحكي لك يا بنيتي، بحكي لك. صياح كل القروش اللي بنتاجر بيها بالأراضي معاه. ولهفن وطار. الوكالات العدلية كلهم باسمه بعد، وكل شيء معه، وفوق هذا وكله لحقني على 300 نيرة اللي مطاهن لقاسم. وانت ايش يابا؟ مرافق فخري إله؟ عاد هذا اللي صار يا بنيتي. والله ما بعرف كيف تأمن له يابا، وانت عارف نصاب بلاف ما بتأمن على خيط ببرة. الله يسامحك يابا. منو هذا اللي بتحكوا عنه؟ صياح يظهر انه شمع الخيط بعد ما عبى جيبته قروش من تعب ابوي. ضاحي؟ انتوا بعتوا الارض اللي جنب دار فالح؟ لا، ليش؟ بي واحد منزل بيها حديد ورمل بده يبني بيها. كيف؟ لا حول ما بدري. الله لا ينطيك العافية يا صياح. ان شاء الله. شفتي شو كسبنا من الرحيل عن غريسة؟